فيها تحت عنوان اللوجستيات. الحقيقة أنا بعتبر إن مجرد وجود هذا الملتقى تحت هذا الاسم هو في حد ذاته نجاح كبير، لأننا لفترات طويلة جدا زي ما شارك الدكتور علاء في كلمته كنا دوبك بنقدم الأفكار والأطروحات الخاصة بقضية اللوجستيات. نعرفين من حوالي 5600 سنة مصر قدمت العجلة أول حاجة في الحركة وأول حاجة في النقل. 1000 سنة بعد كده جاء الشراع، اتكلمنا بعد كده على النقل البحري. السنة دي مصر قدمت ازدواج قناة السويس. ده معناه ان احنا لابد واحنا بنتكلم على مصطلح اللوجستيات نكون بنتكلم على فكر ابتكاري، على انوفيشن، على ابتكار. ايضا مهم جدا واحنا بنتكلم على منظومه اللوجستيات ان احنا يكون عندنا تصور ان اللوجستيات ليست انشاءات، ليست بنى تحتيه فقط. البنى التحتية والإنشاءات هو ما يطلق عليه الهاردوير بتاع اللوجستيات، لكن مفهوم اللوجستيات الحديث الذي يدعم ويعزز التجارة والتبادل هو مفهوم يقوم على ما يطلق عليه السوفتوير. السوفتوير جزء منه كبير جدا بيدخل في نطاق تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات تطورت في مجال اللوجستيات من خلال اللوجيستكس انفورميشن سيستم، من خلال الكي سبلاي تشين مانجمنت، الى ان وصلت الى عمليات التبادل التي يمكن ان تتم دور تو دور من خلال الفريت فوروردرز او مرحلي البضائع ومن خلال المستندات الالكترونيه. دي امور لابد ان احنا واحنا نتحدث لا نتشدق فقط بمجرد ان ندعي اننا نتحدث عن تطوير منظومات خاصه باللوجستيات دون ان ندخل في اعصاب هذه المنظومة، وبالتالي نتحدث عن أطر تشريعية، أطر تشريعية تضمن الدخول في والسماح لممارسات مرتبطة بعملية التداول، لأن عملية اللوجستيات هي عملية تداول في النهاية، هي عملية سلسلة إمداد وعملية خلق قيمة value chain على كل المراحل. واحنا نتحدث ومعنا على المنصة الرئيس التنفيذي لمنظمة الفيادة العالمية، وده أمر يعني مرحب به للغاية أن تكون مصر وكانت مستضيفة منذ 3 سنوات في 2011 إلى الكونغرس الخاص بالفيادة وهي المنظمة الأكبر في هذا المجال. أيضا